بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد مساء الخير، وها نحن كما تعودنا نلتقي من جديد في هذه السهلة السودانية لنمارس فن الإمتاع والمؤانسة وندعي أن ثالثتها الفائدة. نلتقي على الهواء مباشرة في هذه الأمسيات السعيدة عبر بلادنا الممتدة صبرا وبركة في الداخل والخارج. أخطر ما في هذا البرنامج وأسهل ما فيه مما يميز حرارته بالحرية أنه على الهواء مباشرة، وكما أطلب منكم يوماتي أن تمدونني بدعواتكم الصالحات، لأن الحديث على الهواء مباشرة فيه الكثير من المزالق في اللفظ وفي الفكرة، وأنتم علمتمونا أن تؤدبوننا وتحسنوا التأديب. وتحياتي لكل أبناء جيلنا الذين يستمعون لنا عبر قناتهم درمان الفضائية التي يتزامن معها بث أسيري على مساء المساء FM 101، وتعاد الساعة 7 صباحا إن شاء الله على أم درمان، وتعاد في الساعة 2 على الإذاعة. قبل أيام قابلت صديقا في مناسبة حزينة، وبعد أن انتهت كل مراسيم السودانيين في الاحتفاء بحزنهم، نحن شعب يحتفي بحزنه وبفرحه، تفاجأ بأنني أمامه. وللتاريخ كنا خصوما سياسيين في الجامعة، لكن كان هو رغم اختلافنا صاحب صدق فيما يؤمن به، احتضنني واستغربت جدا أنه بكى بكاء مرا لطفته حتى ذهب القلق مني ومنه. لم أسأله لماذا، ولكنه كان فرح جدا بأن إطلالتنا على القناة تشبه جلساتنا في جلسات النقاش في الجامعة، ولكنني أدعي بأن تلك كانت أصدق. كنا في زمان الشباب وكنا نعتقد بأننا قادرون على تغيير العالم، وكنا نظن بأننا قادرون على أن نكون مركز ونواة العالم. وبصراحة أنا أدركت لماذا بكى، فنحن الجيل الذي ولد على أعتاب الاستقلال مثل هذه الأيام. بكى لأننا جيل بعد فترة طويلة جدا كنا نحلم فيها بأن يكون السودان هو الجمهورية العربية أو الولايات العربية الأفريقية المتحدة، هو أغنى الدول في المنطقة بالتجارب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كنا نظن بفورتنا الثقافية تلك والسياسية أننا سنكون الدولة الأجمل والأصدق والأسمق والأكثر سعادة وتجريب وصدقية في المنطقة، ثمراتها وثمراتها يعني تتحول للآخر فيتقبلها بصدره يعني امتنانا وفرحا.
وما كنا نظن أبدا أن تلك الأمنيات سنجنيها بهذه الخيبة الكبيرة. ولذلك واسيته لأنني أدركت سر ذلك البكاء، أدركت سر هذه الدموع. فها نحن وقد تخرج أبناؤنا من الجامعات ولم نستطع حتى أن نورثهم ذلك الحب القديم وتلك الفعالية التي كنا نحس بها حين كنا نملأ ساحات الجامعات كتابة ودويا وصياحا وشعرا وتجريبا يعني. ونحن نظن أننا قد فعلنا ما استطعناه، ولكن كلما ذهب منا الناس نظرنا لأيدينا فنجدها فارغة. ما الذي حدث؟ لماذا بكى ولماذا بكيت؟ ولماذا بكى الذين لم نقابلهم أصلا في دروب الحياة؟ لأنه بصراحة كلنا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، إسلاميون، علمانيون، يساريون، قوميون، طائفيون، وطنيون، كل هؤلاء من كل التيارات الوطنية لو تقابلوا أو اختلوا أنفسهم لبكوا، لأن كل واحد منهم يبكي على ليلى. يبدو أن أي واحد منا لم يحقق الحد الأدنى في حلمه الكبير ببرنامج قابل للتداول والتسويق والتطبيق. كل تجارب خائبات، وكل واحد منا كل تيار يقذف في وجه الآخر تهمته بالفشل، لذلك التيار وفشله على نفسه يعلقه على الآخر. على أي حال نحن مقبلون الآن على عام جديد، والذي لم يوصينا به أحد، لأن ادعينا بأننا أصحاب التمكين والفكرة وأننا قلب التغيير عبر كل التجارب الفكرية والسياسية في بلادنا. نحن الآن مقبلون على عام جديد، والعام الجديد دائما يا إخوتي وأخواتي يستحق منا الرصد والجرد والمحاسبة والنظر والاعتبار. ولا بد هذه الكلمات اللي لم تكن تشفع لنا فهي تشفع لأبنائنا، وإن كان في القلب لوم ماذا يطمع غريق لغريق، لكن على حال لا بد للتطلع لعام جديد بزاد فيه الكثير من التدريب والعلم وجمال الصنعة ورياضة النفس والجسد وإحكام القرارات واتخاذها. نحن أمة مشهورة بأنها لا تجيد حزق وموهبة صنع القرارات، وإن صنعتها نفسها قصير لا تستطيع التطبيق. وإذا وصيت نفسي ووصيت أبنائي والجيل القادم فإنني أوصيهم بالرضا، والرضا لا يتأتى مهما كان الخذلان في الإنجازات، لا يتأتى بقناعة إلا إذا نظرت إلى ما هو فوقك ولمن هو دونك. فالذي فوقك يعلمك إن كان بخير محاسن التطلع، والذي دونك يعطيك الإحساس بأنك فوقه بما اكتسبته وبمنح الله سبحانه وتعالى عليك. فكم كلمات يعني دائما يقولها العقاد بلغة أشرف من ذلك، فكم من ثرين
حزنه في الحرمان من الولد. كم زول مليان قروش لكن ما في أولاد. كم ثرين حزنه في الحرمان من الولد، وكم فقير حزنه وسعادته في كثرة البنات والأولاد. وكم من عظيم عليل، وكم من صاحب قليل صاحب صحة وعافية. ولذلك السودانيون يواسون المرضى وهم يرون النفس تتكسر بين يدي المرض، فيحمدون الله ويقولونها سرا أو جهرا: سمح العافية. وكم صاحب سراء وعيال علته في خيبته، في خيبة أبنائه. وكم مسكينا وكم مسكين سعادته في نجابة أبنائه. ولذلك العقاد دائما يقول: إذا قدرت على التوازن والمكافأة والمساواة بالذي تملكه والذي لا يملكه الآخر فالناس متساوون. حقيقة الناس متساوون. ولذلك أي بداية يجب أن تكون بداية شخصية. البداية الشخصية قبل البداية الأسرية، غير انتماء الشارع، غير انتماء الحارة، غير انتماء المدينة، غير انتماء الوطن، غير الانتماء الأممي. ولذلك أنا بفتكر مهم جدا فلسفة الرضا الشخصي. لازم يعني عندما ينام الأبناء وتنام الزوجة وينام الأصدقاء ويذهب الأقارب والغرباء، يجب أن تختلي لنفسك وتراجع وتوازن. ستحس بأن ما يكتسبه الآخرون وتفتقده أنت، وتكتسبه أنت ويفتقدونه، يجعلك متساوي معهم تماما. هذه السعادة فيما يختص بالفرد. وهنالك السعادة يا جماعة المرتبطة بالجماعة، بالحب والتداخل والجيرة. بعدين يا جماعة أي حاجة في الدنيا دي، صدقوني ما تسمعوا كلام الخواجات دي يعني الآخرون هم الجامحين. أي نعمة، أي نعمة في الدنيا دي ما فيها آخرين لا معنى لها. مرة بتكلم مع واحد مصور تلفزيوني، قلت له: أي حاجة ما فيها إنسان ما عندها قيمة. قلت له: في ده بشي يصور لك حديقة، لما تضرب الكاميرا كده في يعني كمية من الخضرة والكده مفتوحة، بعد شوية العين تملها، لكن في آخر الحديقة جيب لك طفل وطفل خلون يلعبوا. طوالي تدي المنظر ده قيمة، وتحس بإكرام الله سبحانه وتعالى للإنسان، وإنه الطبيعة دي بدون إنسان وبدون آخرين ما عندها قيمة. الصورة طوالي هنا تكون عندها معنى، تكون عندها جنسية، ويكون عندها فكرة. مختلف جدا لما تكون الحديقة دي بيلعبوا فيها أطفال سودانيين ولا عرب ولا مصريين ولا أوروبيين. طوالي من هذه الحديقة الممتدة إذا جوا الأطفال دي، طوالي الحديقة دي الممتدة تصبح عندها فكرة رأسية، وهي امتداد. ولذلك السودانيين دائما يحسسوك، هو ذاته الآخرين في السودان مختلفين لأنه يحسسوك بقيمتك. يعني أسافر كثير، فدائما الناس ما يلاقوني برا بيقعد يونسوني عن افتقادهم للسودان. السودان ده عنده سحر غريب جدا، هنا حفرة وبرا ماسة، يقول لك احنا هنا فقدنا ماسة السودان يعني. فقام قال لي واحد من الاخوة السودانيين، قال لي يعني اوريك انه حاجة ما فيها احتفاء ما عندها قيمة.
قال لي انا لما سافرت كده كان واحد من شغفي الداخلي، ما هو كمان الناس لما يكبروا برضه زي الاطفال، الطفل مرات بيكون خات في نفسه لعبه، لكن برضه الكبار عندهم لعبات اكبر يعني. فقام قال لي انا دائما كنت احدث نفسي لما مشيت بلاد الاغتراب اشتري لي مرسيدس لينج. فقام قال لي ما هي في ما هي كده مشيت اشتريت لي مرسيدس، رحت جزء كبير جدا وقصدته لهون. قال لي والله يا حسين انا اشتريت المرسيدس ده وركبت ودلحت ونفضت وكده، والله ما لقيت لي زول قال لي قال لي مبروك، ركبت وسهجت منه وبيعته ما في زول ساكت. قال لي يا اخي قال لي يعني القصه دي قال لي يا اخي لو كانت في ود نواوي وكده قال لي الناس كانوا وقفوا لي صفوف تعظيم، زول واحد جاب خبري ما في. وبيحكي لي كده قال لي في صديق يتزوج له عروسه كده جابه واول عيد لها وهي كانت حابه الغربه، فقال لي اول عيد عدته في الغربه فرشت الشقه واشترت والحلويات وقامت الصباح عملت ملاحة تقلية وكده. فقال العريس جمع اخوانهم بيصلوا برا صلاة العيد مع الصبح كده بشوية كده، فجو ناموا وهي قامت لبست وكده وظبطت البيت والبلايات الجديدة وعملت الفطور وكده وقاعدة الساعة 8 الساعة 9 الساعة 10 الساعة 11 الساعة 12 حتين الجماعة دي يصحوا. فلما نصحوا لقوها داخلة في فاصل فظيع من الحزن والبكاء. قالت لهم انتوا عيدكم كده؟ قال لا ده عيد الدنيا دي كلها كده، هذه الفردانية. قالت لهم احنا في السودان ملاياتك يجي يتغزلوا فيها، حلاوتك يجي يتغزلوا فيها، البيبسي كولا الكركديه الاحساس ده ما في ناس ما في ناس ما في حياة ما في سعادة. ولذلك يا جماعة أنا داير أقول إنه لازم نحافظ على السودان عشان نحافظ على الإنسان السوداني، ولازم نحافظ على الإنسان السوداني عشان نحافظ على السودان. والله أنا برضو يعني بيحكي لي زول جاري قال لي أنا متين أبني لي بيت هنا في الخرطوم، قال لي فعلا بعد بنيت وسكنت فيه وكده حسيت انه انا سجين. قال لي زمان انا بشوفك كده تتكلم عن الريف وتسويق الريف وجمال الريف وطبيعه الريف، وانا قال لي وده رياف وكده، لكن قال لي بعد سنتين ثلاثه اربعه في بيتي ده حسيت انه انا مسجون، وحسيت بخوف شديد جدا انه اذا استمرت حياتي كده حتكون كيف. فقام قال لي مشيت الحلة بنيت لي، هو وضعه كويس يعني، قال لي عملت لي حوش حدادي مدادي وزرعت فيه واشتريت لي مزرعة صلحتها وكده. قال لي والله يا حسين ما تحس كمية السعادة اللي بحسها أنا لما نجوا أهل العرب ديل الصباح بدون أي فواصل طبقية ولا ده فقير وكده، شايلين شاهيهم وشايلين لقيماته يزول يصير عليك تشرب من شاي وتاكل من لقيماته. قال لي انا يا دوب بحس انه انسان وبحس انه انا مميز وبحس انه انا ولدون القروني، وبعدين يتحدثوا معك من قلبهم، وبقيت اسوق اولادي معاي، اولادي اولاد بنادر يعني، فجاه حسوا انهم منتمين للحته ديك الفوا المزرعه. وقال لي بعد شوية اكتشفت انه الرزق اللي عملته هناك في المزرعة لما طورتها اطيب من الرزق بتاعي هنا واكبر منه. ولذلك انا قال لي يا حسين يا دوب سمعت يعني بديت اعرف كلامك انه يا ريت الناس يعملوا لهم اسرة مختلفة وموهوبة ومنتجة وحرة. قال لي والله انا لو ما عملت الحاجة دي في الريف ما كنت احس انه اولادي ديل لا موهوبين لا مختلفين لا منتجين ولا احرار.
فإذا دعا لمستوى الأفراد ومستوى الأسر، يا جماعة كمان إحنا لازم نغلق أبواب الخلاف، نمشي خطوة برا، نمشي على الشارع. أو أحس قلت في أول الكلام ده كلنا مشروعاتنا فشلت، المشروع الاشتراكي، المشروع الوطني الليبرالي، المشروع الطائفي، المشروع المهدوي، المشروعات الوحدة مع الجنوب، مشروعات التكامل مع مصر، كلها خيبات في خيبات في خيبات. صحيح يعني زي ما بقول لينين يعني إن الواقع أخضر والنظرية رمادية، صحيح قد يكون نحن ما عرفنا نحول النظرية دي لبعد مثمر، يعني الواقع بقى أقوى مننا يعني، لكن على حال حق الفشل بتاعنا ده كله يخلينا نتواضع لنصل لصيغة مشتركة، والصيغة المشتركة دي ما صعبة جدا. يعني إذا كان الأديان دي كلها جات لتتمم مكارم الأخلاق، يعني حتى لو ما كان في دين، فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر عليها الإنسانية عامرة بمجموعة من القيم ومفطورة بمجموعة من الخيارات السامقة بجمال الفطرة والذوق والخير والتداخل والتواضع وحب الآخرين، ده كله مع كطهارة الدين، ودي كلها تجارب على أرض السالك، كلها تجربة الأموية والعباسية والمماليك والسلطنة الزرقاء والمهدية، ده كله على طريق السالك. تجربة الخليفة، تجربة نميري، تجربة الإنغاز، التجربة التركية المعاصرة، دي كلها أشواق لازم أشواق يعني يعتريها كثير من الغبش وكثير من الإخفاء، لكن ما عندنا طريقة. دي قيمنا، إذا سلخنا منها ما عندنا قيمة. عشان كده يا جماعة نحن لازم نتفق على دستور بكل تياراتنا مهما بذلنا فيه من جهد وتنازلات وتصاعد، لابد نعمل لنا دستور فيه كثير من الأفكار الموحدة، وبعد ذاك نختلف في البرامج. أنا بفتكر جزء من المؤامرة اللي علينا إنه يخلوا النقاش الفكري والنظري عندنا مفتوح إلى يوم القيامة. أوروبا دي أكتر حاجة قدرت تخليها تمشي لقدام وتتطور، إنها انبسطت وتوافقت على أفكار بسيطة جدا موحدة في الحريات والديمقراطية وحرية الدح ينتج دح يمر، مجموعة من القيم السمحة الكبيرة، وخلت بعد ذاك الناس يختلفوا في البرامج. تعال اطرح برنامجك النظري والاقتصادي، نجح اوكي، بتجي ما بتناي بتجي الدور الجاي، زي ما بيحصل في امريكا، مره يجي الديمقراطيين، مره يجي الجمهوريين، حسب البرامج بتاعتهم. عشان كده دائما ما سمعنا يوم في خلاف حول الحريات والديمقراطيه وحق الفرد وقوه امريكا ودور الحضاره، ما في زول اختلف في القصه دي. كل القصة في التأمين الصحي والسكن، سعر الفائدة والأمان بتاع الامتداد بتاع أمريكا وصديقاته في الشرق في الغرب، حاجات كلها جزئية. ولذلك نحن محتاجين للقصة دي، محتاجين لدستور، محتاجين لقانون، محتاجين لتنمية، محتاجين لديمقراطية، محتاجين لمؤسسات دولة مش مؤسسات سلطة، محتاجين لقضاء مستقل، محتاجين لسلطة تشريعية مستقلة، ولازم ننتمي يا جماعة لمؤسساتنا بجدية وفعالية. لازم نبني على وجه هذا العام الجديد
بيت ديمقراطي ونقابة ديمقراطية واتحادات ديمقراطية، ولازم ندافع عن مؤسساتنا، ولازم يكون نفسنا طويل. يعني مثل بسيط جدا، يعني ما ممكن يا جماعة مريخ هلال تعاين للمصاطب وتعاين للملعب تلقى فيه 40,000 متفرج، ولما تقرأ الجرائد في الممارسة الديمقراطية تلقى مجلس الإدارة بتاع المريخ والهلال جابوا 1,000 زول، يكون في ملايين الناس، وده على مستوى الأحزاب وعلى مستوى النقابات وعلى مستوى الاتحاد. عشان كده نحن بنسهل بالتراجعات دي عن الدفاع عن مؤسساتنا لحكم الفرد، وإنه يتقدموا للصفوف الذين لا نثق فيهم. ولذلك برضو يا جماعة اكتبوا محاسننا ووثقوها وسوقوها وتداولوها بين الأجيال، مثل ما عليكم أن توثقوا سلبياتنا وهي كثيرة، توثقوها وتنتقدوها وتتداولوها بين الأجيال، ففي إسكاء المحاسن وفي إحباط السوءات والسلبيات يمكن أن نبشر بجيل جديد إن لم نشهد انتصاره فقد يشهد انتصاره الزراري. الانتصار ليس أن يضع على كتفيك الغار وأكاليل النصر، النصر الحقيقي أن تضع قدمك وتدع شعبك يضع أقدامه على الطريق الصحيح. كل عام وأنتم بخير، ونعاود قراءة أوراق الخرطوم. صحافة الخرطوم ولكنها عامرة بالأخبار وبالاجتهاد، وأن المؤسسات السنية التي تكتب في اليوم وتطرح في ذات اليوم وتطبح في ذات اليوم في ذات اليوم وتجد دون تقي لأدائها. السيدة صادق المهدي يعني قريت أنا بقي ما سطرت يعني ومنح لي أنا يعني السيد صادق المهدي يقود ما نصيب جوكي الوطني مؤمرة بتنصيب جوكي إمام أنا فيه حاجات الذي قرر تصحيح السيد الصادق المهدي وعقد إنغاز ومساء يحن جيجا القصر يعني تداخل عجيب والمدح والمغازلة والنصيحة والشماتة والشجاعة والتراجعات والتصاعد والهبوط. ومرات كثيرة جدا أتساءل يعني من الذي يستفيد من مثل هذا المنهج؟ من الذي يستفيد من هذا المنهج أنا ما داير أقول التلفيقي المتناقض يعني أي
أي طريق يريدنا يريد الصادق المهدي أن يقودنا له، وهو نصف محالف ونصف معارض ونصف ناصح ونصف خائف ونصف مشفق. إلى متى تستمر هذه التراجعات الفكرية والمواقف؟ وحتى على مستوى الانتماء، يعني الشعب ده جدا، يعني حزب الأمة ده ممزق جدا، حتى في مواقف السيدة الصادقة من أبنائه، يعني الأدوار المقسمة، يعني السيد الصادق له دور، الدكتورة مريم لها دور، عبد الرحمن له دور، الصديق له دور كذا. وطبعا أول من دفع هذا الثمن السيد الصادق نفسه، يعني هذا الحزب الآن حزب الحركة الوطنية الاستقلالية الكبير لم يبقى فيه غير الصادق، يعني لأنه هو الأكثر إبانة، هو الأكثر نجومية يعني على الداخل والخارج، وتحرص على ذلك، لكن ليس هنالك شيء آخر، يعني هذا في زعمي ومراقبتي. ولذلك هذه المواقف الغريبة للسيد الصادق دي في ظرف لا يحتمل موقفين، لا يحتمل موقفين، لا يحتمل رمادية، خاصة في هذا الموقف. إما أن تعارض بحسم لكي يتراجع عن النظام، لكي يتراجع عن النظام ما يعتقد أنه صحيح. ويا جماعة أنا أفتكر أنه كمان الخوف جزء من الشجاعة الوطنية، يعني مثلا ما وقف الصادق ده افتخر للنظام يخاف. ولذلك هو يضر بنفسه ويضر بالإنغاز ويضر بالشعب ويضر بهذه المرحلة. ولذلك يعني ناس من يقروا أي تصريح للصادق المهدي وخطاب يبذل فيه جهد فكري عاصف جدا للموازنة، أن يسترضي الإنغاز، أن لا يغضبها، أن لا تفهم أنه معارض، أنه مقبل على خطوة جارحة وكبيرة، أنه حريص بابنه هناك وحريص بابنته هناك وحريص على نفسه في الوسط. لكن على حال الذي يجب أن يعلمه السيد الصادق أن في آخر الأمر أصبحت الإنغاز أزكى منه، والشعب أزكى منه، والمعارضة أزكى منه بكثير. ولذلك يبقى في هذه، أنا طبعا ما بفتكر مواقف وسطية، هي مواقف غارقة في الرمادية، لن تنتج لصالح الشعب ثمرة، ولا للإنقاذ ثمرة، ولا للمعارضة ثمرة، ولا للرجل ثمرة. مع احترامنا لما يفكر فيه ويخطط، على حال هو متصوفة، والمتصوفة لهم باطن قد لا نعلمه. فحتى نحن أهل الصحافة أهل الظاهر، يعني فنرجو أن لا يخيب باطن السيد الصادق المهدي ظاهرية ابن حزم، يعني الصحفي والإعلامي. حسب الإرصاد، الخرطوم تترقب موجة برد جديدة، وهذا يعني ارتقاب دفء جديد في بعضنا البعض، لأن هذا يعني مزيدا من الجوع ومزيدا من الشتاء الغارس. ولذلك الموت ليس موت بهنس الكامل في القاهرة ذات القلب الصلد، ولكن قد يكون هنالك موت جزئي. يعني أنا جاتني طالبة تبكي لأنها اكتشفوا أن جوار الجامعة هنالك أم وابنتها الصغيرة وطفلها يتغطون بكرتونة. اشتعال معركة انتخابات المحامين بين مطرقة الوفاق وسندان المواجهة. طبعا أنا أفتكر أنه اتحاد المحامين القديم أو قائمة المؤتمر الوطني
غزفت بهذه المرة يعني بجرأة شديدة وذكاء، غزفت في البركة الساكنة بحجر وقالت للمعارضة تعالوا نقتسم النقابة أو تعالوا نتحدث حول نقابة مهنية. وأنا بفتكر مهما كان الموقف هذا موقف إلى الأمام حتى ولو رفض، وهذا هذه بشارة حتى لو لم يعني تتمثل على أرض الواقع، تنبي بأن هنالك على الأقل اعتراف بالآخر وتواضع وحركة إلى الأمام حتى ولو كانت نظرية. سجناء سلفاكير يقودون الحوار معه بأثيوبيا، وللأسف طبعا الذي لا يعرفه الوسطاء من الإيجاد أن البنية السياسية والفكرية بين قيادات الجنوب وقواعدهم ليس فيها أي التزام فكرة، فيها التزام كجور يعني. ولذلك حتى لو دار الحوار فإن المعركة في الداخل لن تنتهي، لأنها شرار انطلقت، مرارات وجهل، وشعب يحس بموته بأنه لا يفقد شيئا. ولذلك أي محاولة الحديث عن أن سلفاكير يقود الدينكا في وسط الأزمة أو مشار يقود النوير في وسط الأزمة هذا حديث غير دقيق. الآن الجنوب يقوده الشيطان، اقتلع عقال الصمت والصبر وبدأت هو. بعد ذلك أنا قريت الأيام الفاتت دي أنه ليس هنالك حفرة لمجزرة واحدة، هنالك مئات الحفر، هنالك الإنسان يقتل ليس بموقفه وبراءته، بلسانه بانتمائه. ولذلك صحيح أسر أغلب هؤلاء القادة في الخارج، ولكن الشعب الجنوبي المسكين سيدفع ثمن غاليا للأسف. مؤسسة الروقة الثقافية تجمع الترابي والمهدي وغازي وأمين لمناقشة كتاب عن الحركة الإسلامية من الفكرة إلى السلطة، وأنا أعتقد أن الروقة لو لم تفعل إلا هذا لكفاها. وزارة الداخلية تسعى لتطبيق نظام الآيزو العالمي في الإدارة، وإشلاق البوليس يا سيادة الوزير، الإشلاق قبل الآيزو. خبير حاسوب هند الإشلاق والراتب والامتيازات، بعدين أقلع عليك الله عربات هم زعلانين مني جدا أصحابنا من الضباط. ما في ضابط، أنا بقيت وزير داخلية ما في ضابط بيستكب لي عربية صالون، أنت فنان ولا عازف ولا فنان تشكيلي ولا نائب مدير بنك، تركب يدوك عربية جديدة لكن بوكس، البوكس اللي بيشيل المجرم اللي بيربطه ويرميه بورا، اللي بيودي المرة الواقعة في الشارع عن مستشفى، اللي بيشيل الطلاب المقطوعين آخر الليل من الجامعة وكده. لكن ما في ضابط بيركب عربيته بعد يتمروه عليه وكده ويحطروه عليه ويشغل الكابل بشيل له مسكين، ما في وزير داخلية ما. ولذلك أنا بفتكر في حاجات شكلية جدا أفسدت المهن. من أول بوليس ده ما شالوا منه الكومر بقى ما عنده قيمة. الكومر يقول لك الكومر جاء، الكومر ده ذاته عند السودان فعالية. كومر معناه يقول لك جدعوه في كومر دي ذاته عندها هيبة. هسا الضباط حاجة عجيبة، كل موديلات العربات يدوك دبل قبينة يدوك هنا اوكي، لكن بوكس ما في. بعدين الزول اللي بتديه عربية نظيفة وكذا تغريه بالدنيا، في بعض المهن اصلا تغري بالمجابهة المصادمة. بعدين يعني زي ما قال حتى في الاسماء
قال مرة زمان واحد من العساكر القدام دين مشى ياخد المعاش بتاعه كده، فقال لما مشى وبعدين قام ادوه الورق كده، بالله يمشي هناك ولا مكتب لؤي ده، بعد يمضى لك في طارق هناك ما بعرف شنو، طارق ومجدي ولؤي وكده. قال له لا لا يا جماعه، انا ما دام طارق ومجدي ولؤي واسم راد بي ذاته ما دايره. ولذلك انا مرات بقول لهم يا جماعه برضو جزء من ثقافتنا السودانيه عندنا اسماء حقه ما نفرط فيها. حس انا مثلا في بعض الاسر يكون عندهم عجباني مثلا جدا اسم عديله، تلقى اسره كده حبوبتهم اسم عديله. فكميه الفرح اللي بيصيبني لما القى لي طفله حلوه كده اقول لها اسمك، يقول لي انا عديله سموني على حبوبتي. يعني ما تقتلوا الاسامي السودانيه. عشان كده يقول لك ناس يا ناس بدري مثلا، او يقول لك مثلا ناس الفيل، او يقول لك ناس دي اسماء سودانيه. مات ابو سن يعني اسماء اول شيء سودانيه وبتدي الاسره قيمتها يعني. فانا داير اقول انه في بعض المهن وفي بعض الاسماء حقه ما تختفي من حياتك، وفي حاجات ارتبطت بها. يعني انا ما بفهم، قام واحد يوم ضرب لي تليفون قال لي يا اخي داير تجيب لنا هناي، داير تجيب لنا الاشلاقات تاني في الاحياء وكده. قال لي يا اخي انت بتتذكر اولاد الاشلاق ده كانوا يدقونا؟ قلت له اي اولاد الاشلاق واي اولاد البوليس كانوا يدقوا الملكيه يعني، شرانين يدلدوا الطلق. قلت يا اخي بيجلدوا ده كان الامن مستتب يعني. فانا داير اقول انه في بعض المهن يعني لازم نحتفظ بمعالمه واشكاله وكده. خبير حاسوب هندي بشركه سودانيه كبرى يختفي فجاه وسط مخاوف من تسرب مبالغ للخارج. طبعا الحاسوب ده زمان في البنوك يقول لك الخزنة ما ظبطت، زمان الشغل بالكتابة يقول لك الخزنة ما ظبطت، البنك ما مقفل، لازم الداخل والمارق يمضي عليه المدير انه ظبطت الخزنة، لو في جنيه ما في زول بيطلع. بحس الان ما في حاجة اسمها ظبطت، كمبيوتر فيه شنو في زول عارف، كل زول شغال بطريقته، المدير ما عارف والموظفين ما عارفين كمبيوتر. وبعدين مرات يجي يقول لك الشبكة طشت. ولذلك حس الخبر انه في خبير حاسوب هندي بشركة سودانية كبرى يختفي فجأة وسط مخاوف من تسرب مبالغ للخارج. وبعدين لو جيت قعدت شفت الجرائم المالية في الحاسوب وكده، وفي ناس طقشوا ما عارفين اي حاجة، ماسكين القصة دي حاجة كبيرة جدا نكتشفها بعد سنوات. الشارقة تكرم المسرحي حمدنا الله عبد القادر صاحب خطوبة سهير. وبعدين يا جماعة امد الله في عمر حمدنا الله عبد القادر ده، احنا طبعا زمان أربع إلا ربع دي السودان ده كله كان بيقعد في ربع ساعة بتاعت مسلسلات حمدنا الله عبد القادر، المنظرة وخطوبة سهير والمقاصيف، حاجة عجيبة. جنوب كردفان تعقد دورة متقدمة لتدريب نوابها، عملية السطو على إرياب تربك شركات التعدين، حزب الأمة تعديلات الوطني مناظر، ونحن في انتظار الفيلم. هذا انتظار طويل يا سيادة الإمام. نمر يبدأ حملة التأهيل وسط الخرطوم بإزالة الأنقاض. هيبدأ يزيل ويزيل الأنقاض وكذا، أنا خايف يزيل الخرطوم نفسها يعني. دكتور مشاعر الدولب وسفير الأمارات يدشنان كسوة 100,000 طفل شركة
بي اي جولد السعودية تبدأ التعدين بالبحر الأحمر. إعلام سلفاكير يؤكد إطلاق سراح باغان ودنجالور. الخارجية تحتسب وكيلها الأسبق الراحل فضل العبيد عليه الرحمة. الوطني أمانة الشباب أمانة الشباب في ترشيحاتها الأخيرة تنتخب المهندس محمد نافع، والدكتور نافع للخارجية شؤون الخارجية والتقنية والاتصالات يحصل عليها مصعب ابن اللواء الهادي عبد الله محمد يوسف موسى صلاح ابن البادية. أول من قدمني للإذاعة السيسي بالقاهرة يقود معركة كسر العظم بعد أن حسب أكبر تنظيم إسلامي شعبي في العالم العربي والإسلامي جماعة الأخوان المسلمين باعتبار أنها جماعة إرهابية، يقتل 5 من متظاهري الأخوان في جمعة الغضب. السيسي يقود تيار ضد التاريخ، وأي تيارات تتحرك ضد التاريخ تفشل. جاء في صحافة الخرطوم أن المجلس الوطني يفكر في تخصيص 3 مكاتب لأحمد إبراهيم الطاهر ودكتور نافع والأستاذ علي عثمان. الخبر استوقفني، وبالرغم أن هذا ليس في اللائحة ولكن يبدو أنه الحرج الذي يحس به الفتى الفاتع عز الدين تجاه الكبار. فهل يا ترى هل هو بتجربته وعمره على استعداد نفسي ليركب خيل أسامة بن زيد؟ وهل في مقدرة الأستاذ علي عثمان وأحمد إبراهيم الطاهر ودكتور نافع أن يكونوا مجرد نواب ممكن نمشي نلتقي بهم في الكافتيريا في المجلس الوطني، يشرب معهم الكركديه ونحكي معهم النكات اللئيمة بلا خدم ولا حشم ولا سكرتارية تنفيذية؟ هل يمكن أن نجد فيهم ذلك الصفاء القديم؟ على حال يعني أنا بفتكر لو نجح الفاتع عز الدين ولو نجح الثلاثي في أن يقدموا هذا التنازل التاريخي، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويتناقشون وسط النواب بلا تميز، أنا بفتكر أن التجربة الديمقراطية في السودان ستكسب الكثير. وعلى الفاتح لا يخاف، وبذلك انه طوفة يعني انه المتوكل العباسي لما لو في واحد من اخيار وثقات الامويين من شيوخهم فبناقش فيه يعني ما اعتقلوه يعني هما من نظام سابق يعني، فقال له من الذي كانوا يأخذونه على عثمان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مات والتحق بالرفيق الأعلى نزل أبو بكر رضي الله عنه درجة، وجاء عمر ونزل درجة، وعندما جاء عثمان ارتفع درجتين فصار في درجة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني التي كان يتحدث منها في المنبر يعني. فقام الأموي ده قام قال له والله يا أمير المؤمنين لأنت أولى الناس بالثناء على عثمان، لو فعل كل الخلفاء كما فعل عمر وأبو بكر
لخاطبتنا من تحت بئر. حتى انا برقب قلت. ولذلك انا 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 بفتكر انه لو الفاتح ده بدا يدي كميه من الكبار كتار يا الفاتح، فلو اديت اي واحد مكتب واضح انك حتاجر الموردة كلها يعني. ف والبرلمان ده يا جماعه غير هذه الخطوه. انا افتكر انه الاخ علي عثمان والاخ احمد ابراهيم الطاهر والاخ دكتور نافع تعودوا الالتحام بالناس يعني، فلذلك ما بفتكر بيحتاجوا لكثير تمارين يعني. البرلمان ده يا جماعه فيه الكثير من العبر. الشعب السوداني شهد في هذا البرنامج، هذا البرلمان، ترجل الصادق وسقوطه، وترجل المحجوب وسقوطه، وطرد نواب الحزب الشيوعي واحدا بعد الآخر. فيه كثير من يعني من الأشياء الغريبة جدا، إنه يعني صحيح علي عثمان يعني دي عبر التاريخ، يمكن علي عثمان وأحمد إبراهيم الطاهر يقعدوا في الكافتيريا ونافع، لكن عليهم هم أنفسهم أن يتذكروا أنه بعد المفاصلة لم يسمحوا لدكتور الترابي أن يدخل مكتبه ليأخذ أوراقه الشخصية. يعني يتذكروا أن شيخ الحركة الإسلامية بجلال قدره وفكره وتجربته وسعته عليهم وعلى الناس وعلى التجربة السياسية السودانية مهما كانت تقديرات الناس، وقف في مكتب الشرطة الخارجي ومنع من دخول مكتبه وهو رئيسا للبرلمان أن يحمل أوراقه الخاصة. أنا لست حزين على ذلك الموقف فقط، ولكن أريد أن أقول بأن هذه الدنيا فيها كثير من التدابير والعبر. ولذلك يجب أن تقرأ في هذا الإطار، بأن هذه الدنيا وهذه المناصب لا ما بقيت لأحد، فعلى هؤلاء الثلاثة الكبار أن يتواضعوا، وعلى الفاتح عز الدين أن لا يستحي، وهو مقام استحاء يعني، فهما أساتذته وسوف يحدقون له كيف يدير وكيف يصيب وكيف يخطئ، هم حزاق في هذا الأمر، فله الله في هذه الامتحانات العسيرة. المهربون في بلادنا الذين يقودون لوريات التهريب عندهم خصائص، سواقين بتاعين التهريب دير عندهم خصائص، الجرأة والشجاعة مبالغة والجريمة الدفينة والتصدي. ولذلك لما بتاع التهريب يوقفوه بيقوم لواحد من رجال السلطة الشرطة يعني في الخلاء البعيد يعني، فأول ما يوقفوا بقول له خدت له طوال السواق، بخدت له المسدس في راسه ومبلغ ضخم جدا في يده